افادت تقارير صادره عن مسؤولي الصحه العامه في الولايات المتحده الامريكيه ان حاله وفاه سادسه تم ربطها بالادخنه الصادره عن السجائر الالكترونيه واضاف مسؤولو الصحه انهم لا زالوا يسعون لفهم المشكله الصحيه المرتبطه بالسجائر الالكترونيه المنتشره على مستوى البلاد توقف عن تدخين السجائر الالكترونيه ليس فقط ارتباطها ب450 مرضاً من أمراض الرئه التي من الممكن ان تكون ناتجه عن الانبعاثات الغازيه للسجائر والتي غزت 33 ولايه امريكيه الا ان تحقيقات مراكز مكافحه الامراض والوقايه في الولايات المتحده واداره الاغذيه والعقاقير الامريكيه ربطت بين منتجات السجائر الالكترونيه وبعض الاعراض التي من الممكن ان تظهر على المدخنين كضيق التنفس والحمى والسعال والقيء والصداع والدوخه والام الصدر كما ان ارتفاع عدد الوفيات دفع الجمعية الطبية الامريكية لحث الامريكيين على التوقف عن استخدام السجائر الالكترونية من اي نوع حتى يتمكن العلماء من فهم الامراض الناتجة عنها بشكل افضل. مركز السيطرة على الامراض الامريكي اشار الى ان اجمالي الحالات التي تم تأكيد ارتباطها بالسجائر الالكترونية وصل الى 215 حالة حتى الان في الولايات المتحدة. يعتقد المدخنون أن السجائر الإلكترونية أكثر أمانا بشكل عام من السجائر التقليدية التي تقتل ما يصل إلى نصف مستخدميها وفقا لمنظمة الصحة العالمية لكن الآثار الصحية طويلة المدى للسجائر الإلكترونية خطيرة وغير معروفة حتى الآن أكثر من ثلاثة ملايين من طلاب المدارس الثانوية في الولايات المتحدة استخدموا السجائر الإلكترونية العام الماضي بارتفاع وصل إلى ثمانية وسبعين بالمئة بعد دخولها الاسواق قبل خمسه عشر عاما كبديل اكثر امانا للسجائر التقليديه وكحل لمن يعانون من ادمان تدخين السجائر من البالغين اصبحت السجائر الالكترونيه رائجه اليوم في صفوف المراهقين مما جعل العالم يواجه ارتفاعا مقلقا لامراض الجهاز التنفسي الغامضه نتحدث اكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور فراس ابراهيم الهواري مدير مكتب مكافحه السرطان في مركز الحسين للسرطان ورئيس قسم الامراض الصدريه والعنايه الحثيثه. صباح الخير دكتور اهلا وسهلا فيك معنا. يعني صغير. ارتفاع عدد الوفيات بسبب سجائر الكترونيه وصلنا للحاله السادسه ولكن لغايه اللحظه ما في اي دراسات عم بتاكد ولكن هناك يعني اشتباه بانه قد تكون سبب الوفاه هي من السيجارة الإلكترونية صباح الخير لا حقيقة الدراسات تؤكد أن السبب هي السيجارة الإلكترونية م. لكن ما هو المركب بالضبط اللي هذا اللي إحنا الآن لا زال غير معروف نعم. لما نحكي عن ست وفيات وأكثر من أربعمائة إدخال إلى المستشفيات بحالات صعبة جدا تتطلب إلى الدخول إلى العناية المركزة واستخدام التنفس الاصطناعي هذا طبعا يعني لو قسناه في اي شيء مثلا على مستوى التهاب فيروسي او تسمم غذائي الخطوه الاولى حقيقه هو ما ورد في التقرير التوقف فورا عن استخدام اي من هذه المركبات الى ان يظهر السبب لا. هناك سبب هناك مواد تؤدي الى هذا المرض الشديد وبالتالي الى الوفاه لا نعلم ما هي هذه المواد وبالتالي يجب ان نتوقف فورا عن استخدامها حتى تظهر الحقائق نعم ولكن دكتور للأسف يعني الأشخاص بيعتقدوا أنه إذا هم بدهم يقللوا من التدخين أو وقفوا التدخين تماما بيروحوا للسيجارة الإلكترونية وفي بعض أطباء للأسف بينصحوا بعض الأشخاص أنه إذا حابين توقفوا تدخين جرب سيجارة إلكترونية شو ردك على هذا الموضوع ردنا حقيقة واضح جدا من خلال شاشتكم وقبل عيد الفطر بيومين كان نعم. هناك لقاء مطول عن هذا الموضوع ونصحنا نعم. الجميع بأن السجائر الإلكترونية لم يثبت إلى الآن نجاحها في أنها تساعد على الإقلاع عن التدخين نعم. لابد من أن أوضح نقطة قبل ما يعني ندخل في هذا الموضوع طبعا. بعمق هناك الكثير من الناس يعتقد أن كل من يتحدث ضد السجائر الإلكترونية هو يشجع التدخين على التدخين العادي. العادي نعم. بدنا نوضح للمشاهدين أن من يقوم بتصنيع السجائر الإلكترونية هي نفس شركات التبغ التي تصنع السجائر العاديه فبالتالي هي تحقق الربح سواء دخلنا هذا النوع او, أو هذا, هذا النوع, النوع. نعم. ايضا هناك مفهوم خاطئ انه اذا احنا اخذنا السجائر الالكترونيه وخففنا يعني بدل ما كنت انا ادخن باكيتين صرت ادخن باكيت واحد اذا انا خففت من تعرض المواد السامية هذا مفهوم خاطئ جدا لانه حقيقه الدراسات العلميه اثبتت انه اللي بيخلط النوعين كمية المواد السامية المتركزة في الجسم هي أعلى بكثير أيضا هناك مفهوم يعني خاطئ جدا أن السجائر الإلكترونية تساعد على الإقلاع وهذا ليس صحيحا للأسف إحنا الآن في الأردن نقوم بعملية وضع المواصفات اللي نسمح في دخولها مع أن العالم الآن يتجه إلى حظرها لكن للأسف أيضا نحن لا نعلم ما هي المواصفات التي يتم وضعها ممكن يخرج علينا المسؤولين وانا اتمنى مسؤولينا في مؤسسه الغذاء والدواء المواصفات والمقاييس انهم يظهروا على شاشات التلفاز ويحكوا لنا شو المواصفات اللي بيتم وضعها من هم الخبراء اللي استعانوا فيهم لوضع هذه المواصفات لانه حقيقه أن ننسخ المواصفات اللي وضعتها دول أخرى ونقول أنه والله الدولة الفلانية وضعت هذه المواصفات وبالتالي إحنا بدنا ننسخ هذه التجربة هذا غير كافي لأنه عندما وضعت الدول هذه المواصفات لم نكن نعلم إحنا بأخطار السجائر الإلكترونية موضوع السجائر الإلكترونية موضوع شائك هناك أكثر من 500 نوع الآن منها نعم. أكثر من 15 ألف نكهة لذلك عندما يسألني شخص أنا بدي أدخن السيجارة الإلكترونية سؤالي له أي نوع نحن لا نعلم الأنواع نعم. هناك النكهات أيضا هذه النكهات تؤدي إلى إدمان شديد يعني أنا بدي أتوجه إلى الإعلام نعم. من خلال شاشتكم أن يتابع مع المسؤولين في بعض النقاط هل سمحوا بإدخال أملاح النيكوتين لأن هذه الأملاح تؤدي إلى إدمان شديد ولا يجب أنها تكون متواجدة في السجائر الإلكترونية هل يا ترى سمحوا بإدخال بعض النكهات مثل نكهة النعناع ونكهات أخرى تؤدي إلى الإدمان وليس إلى الإقلاع هي تفتح الباب إلى نعم. انه الشخص يدخن السجائر العاديه نعم. هل تحكموا بجهد البطاريه اللي عم تدخل وهل سمحوا بالبطاريه عاليه الجهد اللي ستؤدي الى انتاج ماده الفورمالدهيد المسرطنه او لا يعني هذه نتمنى منكم ان تتابعوا مع المسؤولين هذه الامور لانه فعلا اذا تم وضع هذه الامور في المواصفات راح يكون من الصعب عكسها والتراجع عنها وبالتالي احنا احنا نعرض المواطن الاردني الى اخطار شديده نعم وبموضوع دكتور الادمان فعليا في ناس صاروا مدمنين على السيجاره الالكترونيه ما عم بيدخنوا الدخان العادي ما عم بقول انه الدخان العادي زي ما ذكرت حضرتك قبل قليل هو افضل هم الاثنين مضرين ولكن السيجاره الالكترونيه ما عم تنزل من ايدهم يمكن الدخان عم بيكون في وقت فراغ بين السيجاره والاخرى ولكن السيجاره الالكترونيه فعليا طول الوقت بإيد المدخنين وتأكيدا على هذا الكلام أن هناك بعض من مدخنين السجائر الإلكترونية جاء إلى عيادة الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان للمساعدة للإقلاع عن السجائر عن التنين صحيح طب عموما دكتور إحنا رح نتابع بهذا التقرير ما نعرفه وما لا نعرفه عن السجائر الإلكترونية نتابع إذا نعود مرة أخرى إلى دكتور فراس إبراهيم الهواري الحديث عن موضوع السجائر الإلكترونية، زي ما ذكرت قبل قليل دكتور هناك أنواع هائلة من السجائر الإلكترونية بأسماء وبأشكال وبأسعار أيضا، ولكن في نوع من أنواع السجائر الإلكترونية اللي هي اللي بنحط فيها سجارة حقيقية ولكن الصغيرة كتير والناس مقتنعة تماما إنه هاي أفضل شيء بالعالم لأنه بس فيها نيكوتين، فهم كثير مبسوطين إنه هم أشخاص صحيين. هو النيكوتين هالقد مهم وهالقد مفيد يعني هم مش عارفين اضرار النيكوتين ونتحدث عن هذا النوع من السجائر ايضا. هذا السجائر اللي بنسميها السجائر المسخنه غير المحترقه، اللي هي سيجاره صغيره بتتركب بالجهاز. على جهاز. تمام. هذه حقيقه ضررها لسه اعلى من السجائر الالكترونيه. نعم. ورفضت مؤسسات الغذاء والدواء في العالم تصنيفها على انها مركب اقل ضررا، لانه في الواقع درجه الحراره اللي بتتسخن عليه التبغ عاليه جدا وبتنتج مواد. عالية السمية وهناك تبغ مستخدم وبالتالي هي لا تختلف كثيرا عن السجائر العادية قد تقلل عدد المواد المنبعثة لكن للان احنا نتحدث عن مواد سامة جدا حتى السيجارة الالكترونية هناك اكثر من 30 مركب كيميائي ينبعث من هذه السيجارة جزء كبير منها مسرطن النيكوتين بحد ذاته اه النيكوتين بحد ذاته دكتور ايش اثاره السلبية على جسم الانسان؟ هو مادة شديدة الادمانية خاصة عندما يأخذها مراهقين بتأثر حتى على تطور الدماغ وعملية نموه ويؤدي هذا النيكوتين الى انه يتسبب في ادمان شديد يحوله الى تدخين السجائر وغير السجائر، يعني هناك من وجد انه المدخنين على السجائر الالكترونيه اصبحوا يستخدموها لتدخين ماده الماريجوانا والحشيش والسوائل المخدره الاخرى. نعم. طبعا النيكوتين الان يصنف في المرتبه الثالثه عالميا من حيث شده الادمان بعد الهروين والكوكايين. ويتفوق على الكحول والحشيش من حيث شده الادمان نعم. فبالتالي نحن نتحدث عن مواد كيميائيه سامه ما لها اي فائده لجسم الانسان نعم. وانما تؤدي الى نقص التركيز تؤثر على دماغه هناك اعراض انسحاب شديده هناك اعراض ادمان شديده كل هذه طبعا امور سلبيه تؤثر على جسم الانسان نعم دكتور يعني وين الخلل بالموضوع انه هذا النوع من انواع التدخين صار منتشر كثير وعندنا بالاردن صار منتشر بطريقه غير عاديه حتى الاشخاص اللي ما كانوا يدخنوا دخان عادي صاروا بدخلوا سيجاره الكترونيه بدل ارجيله نعم. يعني هذا يعني المحزن بالموضوع هو حقيقه هذا الهدف اللي خطط له يعني م. لما تم تطوير السجائر الالكترونيه نعم. تم تطويرها من اجل استهداف الشريحه من الاشخاص لما بدخنوا. اللي ما بدخنوا. فتم استهدافهم وايقاعهم في هذا الفخ لانه من نسبه كبيره من مدخنين السجائر الالكترونيه في النهايه ستتحول الى السجائر العاديه فالخوف على اطفالنا الان في المدارس اللي اصبح النمط الاول الان للتدخين عندهم هو السجائر الالكترونيه طب ماذا عن المنكهات والسوائل عندنا 15500 نكهة ينبعث عنها مواد سامة تسبب الازمة، الربو، انسداد القصبات، يعني الدراسات العلمية الان على السجائر الالكترونية نعم. اثبتت امراض القلب، امراض الرئة، الجلطات الدماغية، الربو والازمة، كلها نشرت الان في دراسات علمية، فلما بدأت السجائر الالكترونية كانوا يحكوا انها 95% اقل ضرر هذا قبل ما نعرف كل هذا الكلام يا ترى الرقم وين وصل الان لا. هل احنا عند 95 قطعا لا هناك ست وفيات هناك 400 اصابه دخلت المستشفيات فبالتالي احنا نتحدث عن مركب ضار يعني ما في اي مبرر لاي شخص انه يستخدمه الرئه مصممه انها تستنشق الهواء النقي وبالتالي احنا الان بنحط مواد كيميائيه فيها قطعا ستؤدي الى المرض طب دكتور محليا هل يعني راقبتوا او تابعتوا اي حالات اجت يعني على مركز الحسين للسرطان بتعاني من من مشاكل مرتبطه بالسيجاره الالكترونيه؟ اه للاسف ما عندنا احنا نظام آه للتبليغ عن هذا الموضوع، نعم. الان هناك في جميع دول العالم حاله طوارئ وتطلب من دوائر الصحيه ووزارات الصحه ان تقوم بالابلاغ عن الحالات المشتبه فيها، للاسف لم يصدر اي تعميم في الاردن الان لهذا الامر او التعميم على الحالات. ما عندي علم انه هناك حالات في الاردن، لكن هذا لا يعني انه ما في حالات في الاردن، لكن هو نقص في المعلومات، احنا حقيقه عندنا خيبه امل. و خيبه كبيره بسبب طريقه التعامل مع الموضوع نعم. من قبل مسؤولينا، هناك حقيقه تساهل ولا مبالاه، هذا غير مبرر على الاطلاق، يجب دراسه الموضوع بطريقه علميه، يجب الاستعانه بالخبراء، يجب ان ناخذ الموضوع بشكل جدي جدا، لانه في النهايه المستهدف رقم واحد هم اطفال المدارس. نعم لانه السيجاره الالكترونيه حتى عم بيتم يعني استعمالها باماكن لا يجوز استعمال التدخين فيها عاده صحيح بحسوا انه الموضوع اسهل وغير مكشوف وما في رائحه او او دخان كثير او الى ما ذلك، يعني بنهايه حديثنا بس دكتور بدي نرجع نذكر بموضوع الجمع بين السجائر الالكترونيه والسجائر العاديه لانه للاسف معظم الناس اللي اصلا مدخنين ولجوا للسجائر الالكترونيه عم بتلاقيه دقيقه مع هذا النوع ودقيقه مع النوع الاخر ف كمية الضرر من هذا الجمع؟ الضرر كبير، المواد المتراكمة أعلى من لو دخن كل واحد لوحدها تمام اعيد التذكير في شغله لو كان اليوم في عندي ست وفيات و400 حاله ادخال بسبب انفلونزا الطيور مم. شو بيكون حاله الطوارئ في الاردن الان؟ نعم او في العالم؟ نعم. فنتذكر انه هناك ست وفيات و400 حاله دخول الى المستشفيات بسبب السجائر الالكترونيه نشكرك دكتور فراس ابراهيم الهواري مدير مكتب مكافحه السرطان في مركز الحسين للسرطان ورئيس قسم الامراض الصدريه والعنايه الحديثه يعطيك العافيه شكرا شكرا, شكرا لك